ازاي الفرق ما بين الكلف مثلا والنمش ونقص الحديد في الجسم، يعني كل ده اعرف ازاي؟ يعني خلينا نقول الموضوع اشمل من كده. هو لو بنتكلم بقى على مشاكل نقص الحديد او الزنك او فيتامين د او الغده الدرقيه اللي بيعملوا ساعات هالات تحت العين او سواد تحت العين او بعض التصبغات في الجسم، دي بنعرفها بالتحاليل وبتبان وليها كاركترستيك معين. لو بنتكلم على الكلف، الكلف دائما بيكون مع الهيستوري او مع التاريخ المرضي بيبان عندي. كان في حمل، كان في تغير في الهرمونات، كان في تعرض للشمس، والكلف يجي فين؟ في اماكن التعرض للشمس. لكن تصبغ نقص الحديد او الغده الدرقيه ممكن يجي في اماكن اخرى غير المعرضه للشمس. تمام؟ لو بنتكلم عن نمش، مين اللي بيكون في الوش؟ الوجه والخدين. يعني برضو السايت او مكان التصبغ او مكان المشكله ممكن يعمل لي ليدنج للحاجه او الطريق اللي همشي فيه. تمام؟ زائد طبعا التحاليل، والحقيقه الحاجات دي كلها بتبان بالعين الثاقبه. ويمكن بقى في دلوقتي عندنا اجهزه مساعده زي الديجيتال مايكروسكوبي او الديرموسكوبي، جهاز معين بيبين لي التصبغات واقفه فين. يعني الاجهزه دي استعملوها لايه؟ تخلي حضرتك لاورام الجلد عشان خاطر ندور. كان زمان اي حد عنده حسنه كبرت شويه ودايما في اوروبا كان يقولك شيلها، شيل السرطان. دلوقتي بدا يقولوا لما عملنا الديرموسكوبي بدانا نمنع ناس كتير من التشوهات، بدل ما كان عنده حسنه هنا اسيبها له، لا شلتها له بسيفتي مارجن او بمارجن كبير من الجلد عشان السلامه انتشار السرطان، واسيب له سكار. طب ليه؟ ادور الاول صح وابص صح، عشان مثلا لما كانوا بيشيلوا كانوا بيلاقوا ممكن 70% كانت سرطان و30% لا. وبالذات البشره الشهيره بتاعت الفاتحه بالذات بتاعت مثلا الروس او الانجليز او الكلام ده. اخترعنا الحسنه الشهيره بتاعت عنور الشريف. طيب. ولا مش على ايامك انت؟ لا يا دكتور، يمكن شكلك اصغر شويه، مش صغير قوي كده، مش كده. فدايما احنا الاختراعات او الجديد في التكنولوجي دايما بيسهل عليك حاجات كتيره، او هو معمول من الاخر علشان نحسن الكواليتي بتاعت السيرفيس، او نحسن يعني القدره على توصيل الخدمه. مظبوط، مش كل حاجه شيل شيل. بص الاول، فدي مثلا من الحاجات اللي احنا اخترعناها لسرطان الجلد، سبحان الله خدمتنا جدا في التصبغ. بقيت بشوف الصبغه في انهي طبقه من الجلد، واصله قد ايه، كثافتها وسمكها قد ايه، لان اللي باين بره هو لون بني. بصي بقى عليها كويس تحت الميكروسكوب، هتلاقي ايه؟ بوتشه بني في النص، وتصبغات كافيه اوليه او فاتحه حواليها، وبوتش ثانيه وبوتش ثالثه. يبقى انا ممكن اضرب بالليزر على السنترز الكبيره دي، هلاقي الموضوع بيفيد او بدا يروح لوحده. لا، دي التصبغات بتاعت بقع النمش، خليها، دي حلوه من علامات الجمال. لا، ده كلف، ده كلف واضح وعميق، سطحي وعميق. لا بصي حضرتك، لما هنعمل التقشير ده مثلا ايه؟ ده اعتقد بقع نمش، اعتقد نمش بسيط. النمش ده مش كان جميل؟ انا فاكره واحنا صغيرين ان البيض كان يبقى عندهم البيض اكتر، يعني يبقى عندهم نمش لونه جميل كده، وكان شكله بسيطه لطيفه. انا مع حضرتك جدا ان هو الجزء البسيط منه بيبقى لطيف. في ناس بيبقى عندها الموضوع زايد بيبقى مضايقهم، وشها بيبان في الكاميرات او في التصوير بتبقى متضايقه. فلازم ان انا يعني اصل الموضوع، على فكره احنا بندرس في الامراض الجلديه عندنا والتجميل علم نفس مهمه جدا. علم النفس ده اساسي عندنا، ماده اساسيه. ليه؟ لانك لازم تحط نفسك مكان الشخص ده، تفهم هو بيفكر في ايه. يعني البنت اللي جايه انا هتجوز كمان شهرين، شوف لي حل في البقعه دي. انت لو بتعاملها نفس معامله اللي جايه عندها بقع بس مدياك وقت براحتك، دي مختلفه، دي مشاعر مختلفه عن دي كميه ستريس وكميه هرمونال امبالانس، الهرمونات مش مظبوطه عندها، حاجات اوريدي بتساعد زي التصبغ. لو انت ما بداتش المانجمنت مظبوط، يعني هي ما بتساعدكش، هي في ستريس رهيب، عندها كام حبايه بتلعب فيهم فبتلون اكتر، الضغط العصبي الجامد ده بيعلي الهرمونات، يخلي مقدار ظهور الحبوب اكتر. فدايما حته علم النفس وازاي بتهدي ده، ازاي بتمانج ده، ازاي بتريح دي، حتى ايفن اختيار العلاج، ازاي بتخلص لدي. وممكن بتقول لها بلاش نبقى اجريسيف، بلاش نجازف، خلينا براحتنا طالما عندنا وقت. يعني برضو يعني هو الطبيعي مش كل الحالات لها نفس العلاج. في اسمها مانجمنت بروتوكول او طريقه علاج. انا بحط معاها الخطه، بعرض عليها الاوبشنز كلها، لان ده لازم بفهمها حضرتك، في واحد، في اتنين، في تلاته. يعني بقع من الليزر، في انواع ليزر بتشيل بقع الليزر، وفي لا
مش مستحب هنا الليزر. بعد اذن حضرتك هنستعمل كريمات فتره طويله شويه يهدى الالتهاب وبعدين نعمل جلسه تقشير. وفي حاجات لا سطحيه قوي حضرتك انسيها، مجرد بس كريم يهدي الالتهاب وانا اوعدك دي 3-4 اسابيع وهتكون راحت. برضه نظره الدكتور، ما هو اصل مش كل الناس هيعملوا نفس الليزر، هيتحركوا بنفس المقدار طبعا. وهيكون طبعا عمق الصبغه على نفس العمق طبعا. يا جماعه رياكشنز مختلفه، ده في نفس البنت من مكان لمكان يختلف. تلاقي الوش محروق والدراع محروق مثلا، او هي عندها تصبغات كلف في الوش وكلف في الدراع كله او كده وفي الظهر نتيجه التعرض للشمس. تلاقي وشها خف فخف والظهر مش عايز يخف. تقولي اشمعنى؟ اقول لها ايه الجلد بتاع الظهر في نفس الشخص استجابته مختلفه رغم ان العلاج واحد ورغم ان التصبغ بالنسبه لها واحد، بالنسبه لنا احنا الرياكشن مختلف. طب دكتور